الف اهلا. يا اهلا على اهلا. يا اهلا جوه اهلا. عاملين ايه يا صيع؟ حلوين يا ريس. اخباركم ايه؟ الف مبروك. ده الاول اميره العيله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك. ايه المختلف ده؟ انا عندك بنوته كده والله. هو احساس غريب لسه اول مره احط ايدي عليه الصراحه يعني. لا 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 كده كده كان عندي سليم في الاول خالص ولد, وكده كده انا متربي مع اولاد فعارف الكتالوج بتاع الولاد عموما. فلسه اول مره بقى, فلسه بقول يا هادي. البلايستيشن كان بتاع مين دايما؟ منى. منى جمال. وانت ايه ما كانش؟ لا انا صدقت على الموضوع الصراحه, عجبني خلاص حلو الفتره دي. بحسك بتنافس بين الولاد كل لا ابدا خالص. لا لا خالص. لا خالص خالص. انا عايز اقول لك زي طريقه السؤال, سؤال ثعباني شويه بس يعني. لا خالص. استاذ بيقول فؤاد اخويا الكبير وصاحبي واخويا, ومفيش حاجه منافسه بيني وبينه غير العمل الجميل وغير المنافسه الفنيه. طب انت على الخط عشان انا حاسس عليك اخبار. طبعا اكيد اكيد اكيد. بنك الحظ لحد النهارده بيتعرض والناس بتشوفه اهم فيلم كوميدي اتعمل. هل ممكن يبقى في جزء ثاني منه؟ والله بنحضر دلوقتي للجزء الثاني, وفي جلسات عمل ما بيننا وبين ما بين الممثلين وبين المخرج الاستاذ احمد الجندي والكتاب صقر, والمفروض ان في جلسات عمل على الفكره ان هي المفروض تبقى احسن من الجزء الاولاني.